عمو. شلونك؟ والله بخير عمو. انا عندي 5 اخوان اصغر من عندي، وانا الكبير، وابوي متوفى بس امي، وانا هنا اشتغل، امي تروح تسوي سورات وما يقبلون، يقولوا لها غير يوم تعال. فانا اروح هسه هنا اشتغل، احنا بيتنا هنا بناحيه الرشيد، يومي شهر الاجار 250، مولده 50 الف، والمشواق يومي. الله يعينك. استاذ علي بس شلون انت؟ عربانه. انت تبي تدفع عربانه؟ ايه. قد تحصل باليوم؟ والله هاي من الصبح لهسه حصل 7000 دينار. شو تسوون بهاي 7000 دينار؟ هاي مشواق على طماطم على خيار على هي تخلص. شو اسمك انت؟ ناظم. ناظم. وما قدمتوا على الرعاية؟ لا والله. استاذ علي يا ريت لو شفنا الرعاية. ناظم والله انت بالمدرسة؟ لا والله بطلت لين ما معيشة صار صعبة. انت الوحيد اللي معيش اهلك. ايه. استاذ علي خبرك ناظم حبيبي. استاذ علي ناظم حبيبي بس ناظم حبيبي احنا نتشرف بيك وبارك الله بيك لانك انت شجاع. انت معيش اهلك ها؟ ايه. بأي ساعة تجي هنا العلوة؟ والله اليوم طلعت ب3:30 وصلت هنا. 3:30 الفجر. 3:30 الفجر. ايه. بأي ساعة ترجع؟ هسه ب11:30 12 اروح. الله يعينك يا حبيبي. احنا ناخذ رقم ناظم خلي نتابع على مود الرعايه. وهذه دعوه لكل واحد يشوف ان ناظم ابنه اخوه شلون ممكن يقدر يساعده. اتمنى ما يبخل على ناظم. هذا عنوان للشجاعه والتضحيه، وبالاضافه ان احنا اصبحنا ضحيه هذا المجتمع. الصراع، المشاكل اللي يتعرض لها البلد، صارت ضحية أولادنا. يطلع بثلاثة الفجر، شنو ذنبه هذا؟ بهالحر هذا، درجة حرارة اليوم 50، وأطفالنا يطلعون من الفجر على مود يعيش أمه. والدك وين؟ متوفي. أريد رقم، عندك تليفون؟ لا.